بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. سبق معنا قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هذا كان الدرس الماضي، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آيات القرآن تبارك الله رب العالمين فيها البشائر وفيها الإنذار والتهديد، دائما تأتي آيات التهديد بعدها آيات البشائر، أو آيات البشائر بعدها آيات التهديد. والله عز وجل في هذه الآية يهدد الإنسان الناسي لله، الإنسان الغافل عن الله عز وجل، لعله أن يرجع إلى الله فيستقيم على عبادته وطاعته. ظن الإنسان أنه إذا كان في البحر وخرجت الريح العاصف وأصبحت باخرة البحر كأنها الريشة، يسأل الله ويدعو الله أن ينجيه، فإذا نجاه فكر أنه ما بقى يرجع على البحر، ما بقى يرجع، والله ما بقى يحسن عليه، يعني ما دام ترك البحر ما بقى يرجع. فالله عز وجل قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. إذا تركت البحر وطلعت على البر نسيت الله، ونسيت أن الله عز وجل قادر على أن يغرقك، طلع على البر نسي، قال لهم آمن أنه ما ترجع مرة ثانية على البحر، فالله قادر على أن يشغلك مرة ثانية فتنزل إلى البحر مرة ثانية فيغرقك في البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر، يعني الإنسان من طبعه يجحد نعمة الله، من طبيعة الإنسان لما بيكون في المرض بيلتجأ إلى الله، لما بترجع العافية له نسي الله، يعني الإنسان ما بيعرف الله إلا مثل ما قالوا تحت الفرش، لما بيحس بالثقل بيقول يا الله، أما ما دام عايش بنعمة وعايش بعافية ما بيسأل، عايش بأمن نسيان الله، لما بشير فوق منه هدي أو قصف دخيلك يا الله دخيلك يا الله، رجع الأمن نسي الله، هي حالة الإنسان. الله يعرفنا حالة الإنسان حتى المسلم يبتعد عن حالة الإنسان إلى حالة الإيمان. والفرق بين الإنسان والإيمان: الإنسان ناسي لله تعالى، والإيمان هو الذي يتذكر الله في كل عمل، دائما يعرف أنه في قبضة الله، في البر، في البحر، على الشجرة، بالوادي، وين ما كنت الله تعالى قادر عليه. والآن ما بقيت أرجع على البحر، يهيئ لك عمل، تحتاج ركب البحر بيركب بحر مرة تانية، نسي
شو كان معه المرة الأولى بيركب البحر، فمرة تانية يغرقه. فالإنسان ينسى أن الله عز وجل قادر على إهلاكه ما لم يدخل في قلبه الإيمان. فالمؤمن يشعر دائما أن الله معه. وحفظت الحديث، أظن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أينما جلست وأينما ذهبت، أن ترى أن الله عز وجل معك، مطلع عليك وسميع لقولك وعليم بعملك. فأم أمنتم؟ هذا تهديد للإنسان، خرجت من البحر، أمنت من الله، طلعت إلى جانب البحر فنسيت الله، فكر أنه الله ما لح يعيدك مرة ثانية، فيعيدكم مرة ثانية. فهل أنت كنت آمن بأن الله عز وجل لا يجعل لك حاجة مرة ثانية وترجع إلى البحر؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ لا إله إلا الله. هذا التحذير من الله عز وجل، من الأمن من مكر الله. إياك أن تأمن من مكر الله، لا تدري متى تكون الساعة التي يحاسبك الله فيها، لا يدري الإنسان متى تكون الساعة التي يحاكمه فيها. ممكن تكون عامل ذنب من 10 سنين، إجا وقت الحساب تبعه، وقت الحساب تكون ماشي في الطريق، تكون قاعد بالبيت، تكون عم تشرب كاسة الشاي، إجت وقت الحساب، ينقلب الأمر على الإنسان. ماشي بالسيارة صدمة سيارته، كسرت إجره، أخذوه على المستشفى. تذكر إنه هذا مقدر عليه؟ شو السبب؟ السبب ممكن تكون عامل الذنب 10 سنين. فدائما التوبة والاستغفار للإنسان تمحو عنه الذنوب والأوزار، والله يصرف عنه الفتن والبلاء. والأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الكافر يأمن من مكر الله، أما المؤمن دائما خائف. والحديث اللي ورد معنا، مثل المؤمن إذا وقع في الذنب، مثل المؤمن إذا وقع في الذنب كجبل وقع على ظهره، كجبل وقع على صدره. مثل المؤمن إذا وقع في الذنب كمثل جبل وقع على صدره. فإذا جبل وقع على صدرك قديش بضيق نفسك، بتحس الموت في كل لحظة. ومثل المنافق إذا وقع في الذنب، ومثل المنافق إذا وقع في الذنب كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا كشو. شو عملنا؟ المنافق ما يحاسب نفسه، أما المؤمن يحاسب نفسه في كل لحظة بين يدي الله تعالى. فإياك أن تأمن مكر الله عز وجل، فمكر الله عز وجل إذا نزل بالعبد هلك العبد وهو لا يدري أن هذا من مكر الله سبحانه. بعض أوقات بيفكر حاله أنه هو على استقامة، على إيمان، بيسلم ما بده، خلاص ما خايف ولا شيء. إن الله غفور رحيم. وهذا الذي تأتيه النقمة من طريق النعمة. كم من نعمة اختبأ تحتها نقمة، وكم من نقمة اختبأ تحتها نعمة. كثير من النعم بتكون سبب الهلاك، بده يأكل
بقلاوة كمثال، تيجي دبانة بتوقف عليها وبتطير، دبانة وقفت ثانية وطالت، أكل قطعة البقلاوة، بعد ساعتين ثلاثة كركبت معدته صار معه إسهال، خير هالكوريرا. دبانة بهالثانية حطت له جرثومة الكوريرا وخاطرك. فلا تظن أنه أنت فلتان، الله في كل طرفة عين يحاكمك ويحاسبك. بقدرة الله نمشي، وبعناية الله نتحرك، والله بفضله ينزل على الإنسان الحنان والرحمة. فإذا عصى وأذنب أو أخطأ وما تفكر بعظمة الله فالكرباج موجود، كرباج موجود في كل لحظة. وكم من إنسان يظن أنه في نعمة فتنقلب عليه النعمة، والأمثلة كثيرة في ذلك. فالله عز وجل أثنى على العلماء الراسخين في العلم الذين دائما يخافون من مكر الله عز وجل، دائما يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهم من أهل العلم من أهل الولاية، دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول وخروج من البيت عم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كلما دخل إلى بيته وكلما خرج من البيت دعاء الخاص يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي خائف، ولما سألت عائشة أو أم سلمة يا رسول الله أنت خائف على حالك؟ قال قال يا عائشة وما لي لا أخشى على نفسي وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هلأ أنت أصبحت مؤمن، لكن يا ترى متأكد أنه بدك تمشي مؤمن؟ ما بنعرف. وفي آخر الزمان كما ورد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بكون متزوج، زوجته جايبت له الزبدية زحلت من إيدها انكسرت، سب وشتم وكذا، إذا رديت عليه ممكن يسب الدين، مشان زبدية حقها 10 ورقات 20 ورقة، خسر دينه، أصبح مؤمنا وأمسى كافرا. ما بيعرف الإنسان. لذلك خليك دائما خائف من الله، مهما حصل معك اشعر أن الله رقيب عليك. فإذا كان الله رقيب على الإنسان خشي الإنسان على نفسه. فإياك أن تغفل عن الله طرفة عين. والله تعالى يقول جل جلال الله، إذا تفتحوا سورة آل عمران الصحف الثاني، يقول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. الله عز وجل عم ينبهك، انتبه، الله عم يحذرك. ممكن يكون في مكر، ممكن يكون في زلة قدم، ممكن يكون في غضب، بغضب ضيقة بينسى كل شيء الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا خلق العبد للجنة، إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، بوفقه لعمل أهل الجنة. هذا فضل الله. إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة. وإذا خلق العبد للنار، نسأل الله العفو والعافية. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، بتوجه إلى العمل، عمل أهل النار من الذنوب والمعاصي وإزاء الخلق والضر، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. الموفق الله يا أحبابي، جيتنا للجامع ما بهمتنا ولا باستعدادنا، إنما هو توفيق من الله سبحانه. اشكروا الله على أن وفقكم لما فيه رضا. دخول الجامع عمل من أعمال أهل الجنة ولا من أعمال أهل النار؟ هذا من أعمال أهل الجنة. مين الموفق له؟ استعمله على عمل من أعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة. التوفيق من الله، سلوا الله التوفيق، سلوا الله التوفيق. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، طاعة وصلاة وقرآن وذكر وعبادة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة ما بيغير 50 سنتي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا مقلب القلوب، عامل بعمل أهل الجنة كما ورد في الحديث، يعني قبل ما نكمل هذا الحديث، كما ورد: إن الرجلان، يعني الرجل والمرأة، ليعملان بطاعة الله 60 سنة. الرجل والمرأة عم يتعبدوا صلاة وعبادة وقرآن، حتى إذا حضرهما الموت، لما وقع في النزاع بينه وبين الموت ما بقى نص ساعة، جارا في الوصية، بيكتب المال للأولاد حرم البنات، فوجبت لهما نار جهنم. 60 سنة طاعة، عند الموت جاروا في الوصية، يعني غيروا قانون الله. قانون الله بدك تعطي الصبي ضعف البنت، هو حرم البنات وعطى الصبيان، انه هدول البنات تزوجوا ومع ازواجهم ما بيطلع لهم عندي شيء. طيب واذا كان زوجها مات او طلقها، وين بدها تروح؟ شلون بدها تعيش؟ دبر حالها، يعني بدها تقع في المعصية مشان تاكل؟ شو بحسابها؟ خلي لها، أمن لها شوي، حرمها، فيصل إلى نار جهنم. فهي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم، صلى الله عليك يا رسول الله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في حياته 60 سنة
والشهوات والملذات والمعاصي وأشكال ألوان. مرض مرض الموت. في المرض قال لهم بعثوا لي ورا الشيخ. اجا دخل الشيخ لعنده قال له يا شيخي انا اذنبت واخطات وعصيت، شهد علي اني تايب انا لله تعالى، وهي هذول 100,000 هذول امانه بتجعلهم في مرضات الله، وين بتحب انت؟ في مرضات الله. هذا عمل عملا عمل اهل الجنه فيدخل الجنه، هذاك عمل بعمل اهل النار فدخلها طول عمره طائع، وهذا طول عمره عاصي عمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فلذلك انما الاعمال بخواتيمها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان في معركة، وكان في المعركة رجل عم يقاتل قتال المستميتين، قتال قد 10 على اليمين وعلى الشمال عم يضربهم عم يقاتل. النبي التفت للصحابة قال: من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. عم يقاتل في المعركة من أهل النار. واحد من الصحابة قال: والله لأمشي وراه لأثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام، نبي صادق ولا يتكلم إلا بوحي، من أهل النار هو عم يقاتل. لحق الرجل، لحقه، أصابه عدة جروح، استأخر الموت إنه إمتى بده يموت، عما تنزف جروحه، حط السيف بالأرض واتكى عليه من قلبه طلع من ظهره فقتل نفسه، انتحر هذا يعني. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. خير؟ قال له: يا رسول الله، الرجل الذي قلت أنه من أهل النار أنا لحقته لشوف شو عم يعمل، فأصابته جراح فاستبطأ الموت إنه إمتى بده يموت، طالت عليه فحط السيف واتكأ عليه حتى قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. هذا عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. في رواية بعض الناس أجلت لعنده شبك، قال له: عم قاتل مشان جماعتي يشهدوا لي بالشجاعة، عم يقاتل مشان الناس يقولوا عنه ما شاء الله شجاع. راحت حياة كلها مشان كلمة يحكوها. فيا ابني، النبي قال: وإنما الأعمال بخواتيمها. لا تفرح هلا، سلوا الله حسن الخاتمة. ما بنعرف على ايش بيكون حسن الخاتمة. واحد عند حسن عند الخاتمة ممكن يطلع منه كلام يسب الدين او كذا فيموت على سوء الخاتمه. حضرنا وفاه اخ الله عز وجل يتغمدنا بالرحمه، حاولنا انه بس قول لا اله الا الله، بس حرك لسانك بس لا اله الا الله بس، ما عم يحسن. وطلعت روحه ما حسن يقول لا اله الا الله. أسأل الله السلام. في واحد عاصي لكن خايف من الله، عم يقع في الذنوب لكن عم يتوب عم يخاف من الله، فعند الموت يلهم بلا إله إلا الله فيموت على الإيمان. فصلى الله عليك يا رسول الله، إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، مثل هذا اللي عم يقاتل، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وإنما الأعمال بخواتيمها. صلى الله عليك يا رسول الله. فتذكروا هذا الحديث دائما، سلوا الله التوفيق، لا تنسوا
الاستغفار، أكثروا من الاستغفار وأكثروا من الدعاء، وخاصة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وسلوا الله حسن الختام. سلوا الله حسن الختام. هاي الساعة اللي بتحير فيها الناس. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يحكي لابنه. عمرو بن العاص يعتبر أكبر فيلسوف في العرب، في المسلمين أكبر فيلسوف. كان يحكي لابنه يقول له أنا مشتهي شي واحد عند الموت يحكي لنا كيف سكرات الموت. قال له ما شفت واحد. فلما وقع عمرو بن العاص ابنه قال له بابا أنت كنت مشتهي أنه واحد يقول لك سكرات الموت، يا بابا هلأ أنت وقعت فحكي لنا. قال له والله يا ولدي أرأيت لو أدنى جبلا على صدر الإنسان واقع وروحه شلون بدها تخرج؟ قال له لا هو أشد، ولا جذبة من جذبات الروح أشد من 300 ضربة بالسيف. المؤمن الله بيسر إياها، تخرج روح المؤمن من جسده كما تخرج الشعرة من العجين. إنه كثير الذكر، كثير الذكر يعني مشتاق إلى الله، متى ما أكثر الذكر معناته مشتاق إلى الله، فمن الشوق تخرج روحه مثل ما تخرج الشعرة من العجين. ومر النبي عليه الصلاة والسلام وصفها أن المؤمن تخرج روحه مثل ما ناقة المي بتنزل من السقاء. شلون إذا كان معبي قربة وعم تنقط، شلون ناقة المي عم تطلع؟ هيك بتطلع الروح، لا بتعمل فجوة ولا بتعمل. فما بيحس المؤمن إذا كان ذاكرا لله. أما اللي ما ذاكر هذا اللي بيلاقي عند الموت الصعوبة. نسأل الله العفو والعافية. فدائما المؤمن يراقب أن الله معه على كل حال. راقب الله، أكثر من الاستغفار، ادعي وسل الله عز وجل أن يكتبك من أهل الجنة. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام، اكتبوا هذا الحديث كما رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. مكتوب النهاية، هذا مقعده في الجنة، هذا مقعده في النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ماذا مكتوب؟ خلي بقى مكتوب نتكل نترك العمل، مكتوب. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بدك تشتغل انت اعمل مكتوب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة. سبحان الموفق، الله ييسر له عمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. بابين مفتوحين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاي الآية في سورة الليل اللي قبل سورة والضحى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كم وحدة أعطى؟ يعني أنفق من ماله، أنفق من علمه. فأما من أعطى واتقى، راقب الله عز وجل فعمل بالطاعات وترك المعاصي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالآخرة أنه في لقاء لله عز وجل، فسنيسره لليسرى.
وأما من بخل عن الإنفاق واستغنى عن العبادة والطاعة وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هي مفتوحة الأبواب وهي مفتاح كل باب عندك، فانظر إلى كلام الله ونفذ كلام الله. فأما من أعطى واتقى، ممكن بصدقة بسيطة الله عز وجل يحول لك إياها من النار إلى الجنة بصدقة. والحديث قال عليه الصلاة والسلام: يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. الشمس بتكون فوق الرؤوس، الله بيحط له خيمة، هي الصدقة تأتي كخيمة فوق رأسه، فلا يرى الشمس ولا يرى الحر. فمتى خفت من الله؟ المراد أن تخاف من الله. متى خاف المؤمن من الله؟ يأمن من عذاب الله، وإذا أمن الله بيعطيه النفس المطمئنة، فيجد دائما الراحة والطمأنينة في قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بيذكر الله، الله بيعطيه الطمأنينة، ما في خوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، هذيك الآية بالأحقاف، الآية اللي أريناها بسورة الأحقاف. الآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فدائما الذين يكونون آمنوا واستقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمتى المؤمن أمن من مكر الله، لم يخف من الله، فهو في خوف. الآمن دائما قدامه خوف، الخايف دائما في أمان. هلا واحد دائما خايف عم يأمن حاله، الله بيأمنه. أما اللي بيقول لك أخي ما في شيء وحط مخرج وماشي، فممكن يصيبه هو ماشي. فمن خاف دائما فهو آمن، ومن أمن دائما فهو خائف. يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم لقائي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. من إيش بدنا نخاف؟ أول شيء يا أحبابي خافوا من زيغ القلب. نسأل الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. زيغ القلب بيكون مستقيم على طاعة بميل إلى خطيئة ومعصية. بعض الناس شبابه كله كان يصلي، لما صار عمره 60 سنة ترك الصلاة. يا ابن حلال هلأ أنت صار هلأ بدأ تقبل على الله لازم تصلي. قال إيه قديه صلينا وما لقينا فائدة، ما بقى بده يصلي. شلون الآخر هذا تبعه؟ يا مقلب القلوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واحد بيكون على شرب الخمر 40-50 سنة، قبل ما يموت بسنة بيتوب إلى الله، بيجي على الجامعة فالله بيدخله الجنة. سلوا الله أن لا يزيغ قلوبكم عن طاعته وعبادته. فدائما المؤمن دائما لا يأمن من مكر الله. بشر، نحن بشر يا أخواني. الإنسان بعض أوقات تتزين له المعاصي، تتزين له الشهوات. الشيطان بيزين لك إياها إنه هي منيحة وهي بتفرفش حياتك، تركب تعمل كذا، فإذا مال هلك. العاصي لا ييأس من رحمة الله مهما عصى، ممكن تيجي ساعة نفع من نفحات الله فيتوب إلى الله فيغفر الله
له. فمن أمن من مكر الله أخافه الله، ومن خاف من مكر الله أمنه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكثر من الذكر. قال الله تعالى في الحديث القدسي، الحديث القدسي للنبي عليه الصلاة والسلام رواه بالمعنى، سيدنا جبريل نزل بالمعنى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي حط له الألفاظ المناسبة له. يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني، حصني يعني هذا القلعة تبعي، ومن دخل حصني أمن من عذابي. تدخل بحصن لا إله إلا الله فتأمن من عذاب الله. هذا ذكر، هذا ذكر الطريق بالروحة بالجي. لا إله إلا الله خلي دائما 2000 3000 5000 اشتغل، قد ما اشتغلت في الطريق وانت رايح وانت جاي خلي لا إله إلا الله، تدخل في حصن الله عز وجل وتأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن أن الأمن والأمان عندما تكون طائعا لله ذاكرا له. اسمعوا قول الله عز وجل، يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا ولم يلبسوا، ما خلطوا إيمانهم بظلم، ما ظلم الوالدين ولا ظلم جيرانه ولا ظلم أصحابه ولا ظلم أحد من الناس، لا بأكل مال ولا بتعدي ولا بسيء. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حصلوا الهداية والأمن من عذاب الله عز وجل. الحمد لله، الأمور واضحة، يعني القرآن واضح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هو اللي بيوقع الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، في الفساد وفي الضلال. ممكن يظلم والديه، ما يقدرهم، ما يحترمهم، يتأفف بوشهم، هذا ظلم والدي. ممكن أمه تقول له: يا ابني الله يرضى عليك، إلا ما بدي أروح مع رفقاتي، عم يستنوني رفقاتي. رفض كلام أمه مشان رفقاته، هذا ظلم أمه. أو ظلم أبوه، أبوه: يا ابني الله يرضى عليك خليك اليوم عندي، أنا تعبان مالي أدران. قال له: بابا بدي أنزل بدي أروح عندي شغل، بدي أروح. ظلم أبوه. ظلم جاره، شاف جاره على خطيئة ما نصحه، هذا ظلم. شاف أهله على ذنب ما نبههم، هذا ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هدول اللي الله بيأمنهم من العذاب وهم مهتدون. الله كتب لهم الهداية إنه ما ظلم واحد. وهذا المؤمن يا ابني الدين، مؤمن ما بيظلم أحد، كل واحد بده حقه بتعطيه حقه. لو مريت من قدام إنسان قاعد، مريت من قدامه ما سلمت عليه، أنت ظلمته، هذا ظلم. قاعد سلم عليه حتى يقول لك وعليكم السلام، بيكسب 10 حسنات. كسبته 10 حسنات وأنت كسبت 10 حسنات، أما ما سلمت عليه فظلمته، خسر 10 حسنات. فبدنا نعمل عمل ننتفع وننفع الغير. واحد تحسن تدله على درس بيحبك، بتعرف إذا قلت له بيجي، ما حكيت له ضيعت عليه مجلس العلم، أنت ظلمته، هذا يعتبر ظلم. فالمؤمن لا يظلم الناس شيئا، المؤمن دائما يحسن إلى هذا وهذا، يذكر هذا ويأمر هذا ويدعو الثاني
حتى يلقى الله وقد أدى الحق. ورد في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يحاسب بين يدي الله فيؤمر به إلى الجنة فيجوز الصراط، حتى إذا وصل باب الجنة تبعه رجل يلحقه فيمسك بحقوعه منه، وين فايت؟ الله غفر لي فايت على الجنة، شو بدك فيه؟ مين أنت؟ فيقول إن لي عليك عند الله شكاية، تعالوا بدي اشتكي عليه، فيرده إلى بين يدي الله فيقول يا ربي إن هذا كان جارا لي كان يراني على منكر ولم ينهني، أما إنه لو نهاني لانتهيت، لو ذكرني بالله لتذكر، فيقيم الحجة عليه فيرده إلى النار. مسؤولية بين إيدين الله، بدك تنصح الكبير والصغير باللطف والإحسان على قدر ما تستطيع، وإلا فأنت ظالم. في ظلم المال إذا أخذت المال وما رديته، في ظلم الأعراض، حكيت على فلان، سبيت فلان، طعنت بفلان، هذا ظلم، ما بتعرف، في واحد ما بيعرفه بيحكي عليه، طيب يا ابني شفته؟ لا، شلون عم تحكي عليه؟ هيك قالوا. نسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بما يسمع أو بما سمع، هيك قالوا، كلمة هيك قالوا هذه التي توصل صاحبها إلى عذاب الله. طيب، أو أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآية الثانية، أو أمنتم أن أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أن يعيدكم فيه تارة أخرى، برجعت مرة ثانية للبحر، ما أول مرة ما هلكت، ثاني مرة أن يعيدكم تارة أخرى. عم بقرأ في التيتانك يلي غرقت، هي من 100 سنة باخرة عملوها من 100 سنة، سموها قاهرة المحيطات، لما ركبوها قال الله ما بيحسن يغرقنا، بكثر ما شافوا حالهم بها الباخرة، باخرة قديش واسعة وقديش حاصل، إنه الله ما بيحسن يغرقهم. واحد قال أنا معاهد إنه ما أركب بحر، ركب بهاي بدي أركب، الله هذا مرة تانية يركب البحر، فما مشيت 50 كيلومتر مرات انكسرت بالنص وغرقت. فهذا اللي قال أنا ما بدي أركب بالبحر لكن ما بعرف شو ركب بالبحر، أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم. فإعادة الإنسان الله يعيده إذا كان يتحدى دين الله أو يتحدى لقاء الله، فيعيدكم أسند الإعادة إلى الله، الله بيعيدك، ما أنت بيهيئ لك عمل من الأعمال بيروح بيركب بالبحر فيغرقه في البحر. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تسير إلا بتدبير الله، لا تعمل إلا بتدبير الله وتقدير الله. فنزلك على الشغل والله ما بيت انزل، ثاني مرة أشوف لا نزل على الشغل مرة ثانية، ما بيت اركب كذا، ما بيت امشي بمحل الفلاني، أو يعيدكم، لا تأمن من مكر الله، يعيدكم الله، أن يعيدكم فيه تارة أخرى. فهي الله عز وجل بقدرته، لو ما أعاده ما بيرجع، فأعاده الله تعالى لما كان فيه الهلاك، أو أن يعيدكم فيه تارة، أن يعيدكم فيه، وين فيه؟ في البحر، ما قال أن يعيدكم إليه، كم بيجي لشط البحر
أن يعيدكم فيه في وسط البحر. بدك تمشي لحتى تنزل لوسط البحر بغرقك نص البحر. أن يعيدكم فيه إلى داخل البحر، ما قال أن يعيدكم إليه جل جلال الله. والمعنى أن الله عز وجل قادر على أن يوجد فيك الدواعي والحاجة أنه تركب البحر مرة ثانية حتى يغرقك بالبحر. والدوافع فبيركب بالبحر فبيهيئ له الغرق. طيب لو عند الغرق قال آمنت، هل يعتبر إيمانه صحيح؟ لا، لا يقبل إيمانه عند الغرق. الإيمان عند الغرق وعند الحرق وعند السقوط كذا. لو واحد زحلق وهو وعي قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما لا تقبل منه. الإيمان الاضطراري غير مقبول. بدك تؤمن وأنت بالعافية والأمن والأمان، بدك تؤمن بهذه الأحوال. أن يعيدكم فيه، فالله عز وجل يخرج الإنسان من نعمة إلى محنة، من نعمة إلى نقمة. والآحد مكيف مبسوط بيصرفوا لحتى نسأل الله السلامة، قاعد مع أهله وأولاده يا ابن حلال قوم جيب لنا كيديين خبز، ما في عندنا خبز، انك تعبان ما لي أدران بدنا ناكل. راح يجيب خبز طلقته السيارة فمات. مكتوب له أن يموت دهسا، وهذه شهادة، حتى الله يكتب له شهادة. راح يجيب الخبز صار من أهل الآخرة، ما له أدران يطلع. قوم مكتوب لك أن تموت هذه الموتة. قوم. فيا أحبابي والله ما بنمشي خطوة إلا بتدبير الله. اعلم أنك دائما في قبضة الله، فإذا مشيت فسل الله العفو والعافية، سل الله التوفيق، استغفر الله من الذنوب، فلعل الله عز وجل أن يكرمك بما أكرم به عباده الصالحين. أما إذا اجت النعمة وما شكر وجا البلاء وما استغفر فهذا دليل أنه من أهل الشقاء. كلما رأيت نعمة أشكر الله عليها، كل نعمة بدنا نشكر الله عليها. عم يأكل بلع اللقمة بكل سرور بدها شكر. لو غصك غصيت باللقمة، كاسة مي هاد ما علقت، شكر الله اللي عم تمرق اللقمة بدون تعب، شكر الله اللي عم تشرب المي بدون شردقة، شكر الله اللي مشيت وصلت للجامعة بسلامة، رجعت وصلت للبيت بسلامة. اشكر الله على هذه النعم، فاللي بيشكر الله عز وجل الله يزيده من النعم ويكرمه فيها. فالله عز وجل قادر علينا، وإذا نجاك المرة الأولى فممكن المرة التالية لا تنجو. فخليك دائما عارف بأن الله عز وجل قادر على إعادتك مرة ثانية إلى طريق الهلاك وأنت لا تشعر. فلذلك قال الله تعالى وإن عدتم عدنا، إن عدتم للخير عدنا عليكم بالمغفرة، وإن عدتم للشر عدنا عليكم بالآثام والذنوب. فالله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي قرية في انتقام إلهي، أسأل الله أن يعفو عنا. نبينا عليه الصلاة والسلام بجيش كبير 12,000 مقاتل مع النبي، صحابي كل واحد بين 12,000، قال لن نغلب اليوم عن قلة، نحن اليوم كتار ما بنغلب. من أول هجمة
فرطوا هربوا وتركوا النبي لحاله. تم النبي لحاله هو 12 واحد الكل هربوا. لذلك الله قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 12,000 فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. غريب تركتوا النبي لحاله. واحد حكى كلمة فالله بيحاسب الكل. عشان يعلمنا أنه ما في افتخار، لا تفتخر ولا تعجب بقوة ولا تعجب بعلم ولا تعجب بمال ولا تشوف حالك، خليك دائما على باب الله عز وجل. طيب قال أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. طيب إذا رجعت مرة ثانية قال فيرسل عليكم قاصفا من الريح. القاصف اللهم صل على النبي. القاصف والعاصف بمعنى واحد. العاصف الهواء، العاصفة اللي احنا بنسميها عاصفة يلي بتحمل تراب بتحمل كذا بالبحر، بتحمل المي، الموج بيرتفع بالبحر بعض الأوقات بيرتفع المحيطات 20 متر. الموجة بتطلع 20 متر بترتفع يعني قد هالجامع بيرتفع الموج. نعم عاصف أو قاصف. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم مهما كانت الباخرة كبيرة. هلأ عم يساووا تايتانك جديدة، تايتانك جديدة عم يساووا، فهلأ بدوا ينزلوها ما بنعرف يا ترى بيبلعها البحر مرة تانية ولا يسلم لهم إياها، الله أعلم. هذيك انكسرت يلي كسرها شوية ثلج، كوم الثلج والثلج قديش ناعم شقة نصين. هلأ عم يساوي تايتانك المرساي لحالها 15 طن. مرساي اللي بيحطها عشان توقف البحر 15 طن. طيب هذا ما بنعرف يا ترى بكرة كمان بيشوفوا حالهم فيها، فإذا شافوا حالهم فيها كمان تغرق. قاهرة المحيطات ما فيها لعبة يا ابني، بحار ما فيها لعبة، سماء وماء بيطلع قاصف من الرياح بصير الباخرة بالمي مثل الريشة بالهواء، مثل الريشة بالهواء. مين اللي مات فيها؟ أعازم الناس، أكبر الناس، زعماء وأكبراء وأغنياء وكلهم نازلين بدهم يشربوا الخمر، إنه باخرة مشيت شربوا المي المالحة. لا إله إلا الله. بيظهر الحيتان جوعانة ما عم تاكل، ما بتعرفوا مين اللي كمان بده يروح. يا سبحان الله. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. بكفر الإنسان لما عم يقول انه هي قاهرة محيطات، هي لن تغرق ولن تحرق، لا حرق ولا غريق، فأغرقها الله تعالى مهما كانت. فيرسل عليكم قاصفا من الريح. ما بيقولوا فلان أصف ظهره، أصف ظهر فلان كسر ظهره، القاصف بيكسر الظهر. فقاصف الريح هو الذي بيحمل التراب بالبر والحجارة وفي البر في البحر بيهيج البحر حتى تكون السفن فيه مثل الورقة بالهواء. الله لا إله إلا الله. جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان. ريح العذاب أربعة، في ريح وفي رياح. الرياح هي التي تبشر بالمطر، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين ايدين المطر قبل ما تنزل المطر بيطالع الرياح
رياح ناعمة بتطلع لطيفة، أما الريح بالعذاب. في القرآن مثل ما وردت كلمة ريح معناتها عذاب، رياح معناتها فيه رحمة ومطر. فالريح له أربع كلمات في القرآن، تنتين في البر تنتين في البحر. يلي بالبر الصرصر والعقيم، بريح صرصرين عاتية، يلي أهلك قوم عاد، بريح صرصرين عاتية. الريح كانت تأتي إلى الرجل راكب على الجمل، تحمل الجمل هي وياه، تحمله على السماء، دوره دوره وتخبطه بالأرض هو وجمله، فيختلط لحمه بلحم جمله. هي الريح الصرصر، باردة وقوية. الريح الثانية الريح العقيم، عقيمة اللي تهلك الشجر، تكسر الشجر، بتهد البناء، عقيم ما بتخلي مخلوقات. كمان ثاني هذا نوع من الريح. في تنتين في البحر، العاصف والقاصف. ففي البحر اثنين وفي البر اثنين، في البحر ريح عاصف وريح قاصف، في البر الريح العقيم والريح الصرصر. نسأل الله العفو والعافية. فيغرقكم بما كفرتم. البي هون شو هو؟ البي حما بي هون شو هو؟ أي باء السببية، يعني بسبب كفركم. فيغرقكم بما كفرتم، يعني بسبب كفركم بنعم الله وإعراضكم عن دين الله. فيغرقكم بما كفرتم. فالله عز وجل أعطانا يا أخواني النعم لنشكره عليها. اشكر النعمة واشكر واهب النعمة، اشكر الله الذي وهبك النعم، وهبك القوة، ووهبك القدرة، ووهبك العلم، ووهبك الإرادة، ووهبك العقل، ووهبك القلب. اشكر الذي وهب، واذكر الواهب، اذكر النعمة وواهب النعمة، وهذا عدل الله عز وجل. إذا الله لكم ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا نحن هلا نسمع كلام الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم لا تجدوا، بعد ما أهلكم الغريق قد يجد منقذ، إذا عند الغرق ممكن يلاقي منقذ ينقذه. المنقذ بيكون على الشاطئ بينك وبينه كيلو متر، ممكن يجي وينقذك. لكن لما بتكون بأعماق البحر ما في منقذ. أعماق البحر منين بده يجي المنقذ؟ انكسرت الشختورة، انكسر وغرق، ما بقى فيه. مين بده ينقذك؟ هذا إذا كان ما في شيء بالبحر، وإذا جاء شيء حوت أو شيء قرش. لا إله إلا الله. ثم لا تجدوا لكم علينا به، يعني بالغرق والإهلاك، لا تجدوا تبيع. ما بتشوف واحد يتبعك ينقذك أو يخلصك. هلا مرض، إنسان مرض، بالمرض التجأ إلى الله، الله شفى. لما شفى رد رجع للخطيئة، رجع للمعصية. نجيب مثال واقعي، واحد شريب دخان، ده صدره ده نفسه، الرئتين بتصير سودة بالدخان. أخذوه على المستشفى، منعوه من الدخان كذا، حتى طاب شفيه
شهرين شهرين ونص حتى شفي. لما طلع من المستشفى رجع للدخان مرة تانية. أخذوه على المستشفى، ما في له، ما في طبيب يداوي، ما في طبيب، لا تجدوا لكم به علينا، لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ما في مين يتبعك وينجيك ويخلصك. أول مرة سخر لك الأطباء، ثاني مرة تركوه. لما عملت عملية خفيفة في المستشفى، كان تخت جاري واحد من اللاذقية، خير تشبك، قال والله من الدخان صاير معه سرطان بالحنجرة، بدهم يفعلوا له الحنجرة، رفعوا له الحنجرة، فتحوا له طاقة، قاموا له الحنجرة، حطوا له حديدة مشان يتنفس فيها، صوت ما بقى يطلع. بعد ما شوفي رجع للسيكارة. لك يا رجل ما حسين يتركها. أخذوه على المستشفى، أطباء رفعوا إيديهم، أما ما في عنا دواء، فمات سرطان فوق ما رفعوا له إياها، كبر السرطان مرة ثانية. فهذا طيب أنقذونا مرة ثانية، مرة ثانية لا تجد لكم علينا به تبيعا، ما في مين يتبعك بعافية أو يطالب بشفائك أو يطالب بعافيتك، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل لما بيهلك الإنسان، الله لا يخاف من أحد، لا يخاف من أحد، يهلك الإنسان ولا يخاف عقباه. أما إنسان إذا ضرب إنسان بيحسب حساب، أبوه بيحسب حساب، الشرطة بيحسب حساب كذا. أما الله يهلك العبد ولا يخشى ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. في حدا بيحسن على الله؟ فجل جلال الله معناتها خاف من الله. يعني الإنسان تحسن تخاف منه وتدبره، أما الله فالإنسان إذا كان فكر ما بيعمل خطيئة ولا بيعمل معصية، وإذا وقع فليتب إلى الله وليستغفر. ودائما برجع بحكيكم، لازم يا أخواني على الاستغفار، لازم على الاستغفار، لازم على ذكر الله، ثاني لازم على الدعاء، سألوا الله عز وجل، الثلاثة لا تنسوهن. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق في الدنيا والآخرة. لا تجد لكم علينا به تبيعة، تبيعة يعني ما في مين يتبعك حتى ينجيك، ما في مين يتبعك حتى يخلصك من الغرق. بس يا ترى بالبحر ما في منقذ؟ كمان بالبر، بيطلع بالبر غرق بالرمل. دخيلكم وهذه حصلت بطريق البر، لما طلعي على الحج ونحن راجعين طريق البر، بدها تنزل السيارة، تقول له الطريق مو من هون كاب، قال لي طلع وقف، طلعنا وأز بالوادي تحت أربع سيارات غرقانين بالرمل، ما عندهم نقطة مي، بدهم يشربوا ما في نقطة مي، ركب دخيلكم نقطة مي بس، عندك مي معبي صايناه. قلت له للشوفير شو رأيك ننقذهم طالعهم؟ قال لي شلون؟ ما بحسن ندخل بالسيارة، سيارة شحن كبيرة. قلت له ارجع، أنا ليه من مد حبل نسحبهم. حطينا حبلين ثلاثة، الرمل إذا واحد حط إجره بتنزل للركبة،
مثل الدهن، الرمل مثل الدهن، مغرقين الأربعة. جبنا صاجات وجبنا خشب وجبنا حطينا تحت الدولاب، بسم الله شد فشو، طلعت أول واحدة معاه. هذه ما حدا بيمشي إلا نمشي سوا، عهد عهد خلص نمشي سوا سنة. إيه الله وفق، طلعنا رفع السيارة على شفير الموت، ما في حدا. طيب مثل ما بيغرقك بالبحر بيغرقك بالبر. بما طلعنا الرابعة كانوا ثلاثة الأولانيات تركونا ومشيوا. نالن هلا بيغرقوا، هلا بيغرقوا مرة تانية في وادي تاني، هلا بيغرقوا فيه. مشوا. طالعنا الرابعة بدنا نمشي، قلت له والله ما راح أمشي لسد هالمنفذ حتى ما تنزلوا على السيارة. صرت روح جيب أحجار وسديت المدخل حتى ما تمرق ولا سيارة. ركبنا ومشينا ساعة غرقانين. وادي نزلة عبارة عن 400-500 متر، ووادي كله رمل غرقاني. دخيل كنا، وين العهد؟ وين العهد؟ عهد ننقذكم مرة ثانية. والله يا أحبابي لحتى سنت أنقذهم اشتغلت بالحجار 4-5 ساعات، وأنا جيب حجار رصفت النزلة كلها من فوق لتحت، رصفتها بالحجار على عرض 60 سنتي من فوق لتحت. نزلنا لتحت ننقذنا أول واحدة، الثانية كمان هربوا تركونا مشوا. قلت لهم هلا بيغرقوا بقى، غرقوا ببطن الغول. جينا دخيلكم، قلت له خليكم يعني ما بيأدي الوفاء بالعهد، خليكم دخيل دخيل خليكم، لازم ولا ما لازم خليكم. الله عز وجل يتوب علينا. لا تظن انه بالبحر بيمسكك، بالبر ما بيمسكك. البر اشد من البحر، البحر ممكن انه تفوش شويه، اما هون اذا غريب ما بيحسن يفوش. تراب مثل الدهن، متى ما نزل بيتم عم ينزل. الحديث ما في واحد الارض بدعته عما فهو يتجلجل فيها، دائما بينزل مهما حسن يطلع، كل ما بده يطلع بينزل اكثر، بيتم واقف ما بيحسن يتحرك. لا اله الا الله. لذلك نحن يا ترى عم نمشي بقدرنا ولا بقدر الله؟ بإرادتنا ولا بإرادته؟ شلون تآمنوا هي؟ بتدبيره بتقديره؟ نسأل الله أن يستعملنا لما شاء لا لما شئنا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أطاعوك استبشروا وإذا عصوك ندموا واستغفروا. اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فإذا ما في تتبيع إذا واحد مدينه مصاري وما عم يدفع لك، ما بتلحقه دائما. انت شو اسمك؟ تبيع، عم تتبعه وين ما راح. ادفع لي حقي، بدي حقي، ادفع لي حقي. عم تتبعه وين ما كان، تبيع. واحد ينقذك مما انت فيه ما في، لا تجد لكم علينا به تبيعا جل جلال الله. هذا
تهديد من الله عز وجل للإنسان الغافل عن الله الناسي لله. لذلك دائما انتبهوا بالنسبة للطبيعة، انتبهوا إذا كان واحد مستديم الإنسان يلي متدين يا أحبابي يوفي دينه، أما يجي الأجل لا تجد ما توفي به الدين. وذكرت لكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحياه الله ثم قتل ثم أحياه الله ثم قتل ثم أحياه الله لن يدخل الجنة حتى يؤدى عنه دينه. ما دام مديون ما بتفوت على الجنة حتى يوفى عنه الدين. إياكم يا أحبابي أن يكون في ذمة واحد لكم ذمة حدا له عليكم شيء، ادفع ماله. المديون ما استطاع يخفف من فواكيه من أكله من كذا ويصمد حتى يوفي الدين. أما يقول أخي ما في معنى، أما يصرف أشكال ألوان يقول ما في معنى، منين بدنا نوفيه المديون؟ لذلك في الشريعة لا يحق له أن يأكل الفاكهة ولا أن يلبس ثيابا جديدة ولا أن يتنعم حتى يوفى عنه الدين، وإلا محروم من دخول الجنة ما دام عليه إرج دين. والحديث النبي قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. دين منك ما عم يحسن يوفي، قال لك أخي بتروح تأخذهم من فلان، تأخذهم من فلان، فلان غني بتروح تعمل الغني تلزمه لحتى يدفع لك المصاري. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يروح لعند المليء حتى يأخذ ماله. فلحنا دائما في قبضة الله في كل لحظة. فلذلك في كل بقعة من بقاع الأرض أينما كنت وأينما ذهبت أنت في قبضة الله تعالى، في بر أو في بحر، في جبل أو في سهل، فأنت في قبضة الله. فدائما لا تأمن مكر الله سبحانه. الغافل عن الله عز وجل بقع مسكين في غفلته وبينسى عظمة الله عز وجل. فإذا وقعت في ضيق فاسأل الله، وإذا وقعت في شدة فاستغفر الله، وإذا وقعت في مصيبة فاسأل الله، فالله عز وجل لا يضيع عبدا سأله. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.